لجهة تادا الحسيمتونات المنظمة بمدينة وادي مليل تحت إشراف الشركة الملكية لتشجيع الفرس والجامعة الملكية المغربية للفروسية والحريصة الجهوية بوجدة. بدعم من الجماعة الحضرية لوادي مليل نظمت جمعية المهرجان الثقافي والتنموي لوادي مليل أيام الخامس والسادس والسابع والثامن من أبريل 2014 النسخة الثالثة لمهرجان مدينة وادي مليل تحت شعار الموروث الثقافي أساس التنمية المحلية التبورد نموذجا. وجاء البرنامج العام للمهرجان الثقافي والتنموي لوادي مليل حافلا بفولكلور التبورد بأشكاله المتنوعة والأهازيج الشعبية المحلية متنوع بين أنشطة ثقافية فنية رياضية بالإضافة إلى أروقة لعرض المنتوجات التقليدية والحرفية المحلية تجمع بين لوحات تشكيلية فنية النقش على الحجر الخياطة التقليدية صناعة القفة وصناعة الكسكس البلدي. والآن سنبقى مع تتويج الفائزين في السباق على الطريق لوادي مليل والتي جاءت نتائجه على الشكل الآتي. الجائزة الأولى سباق ذوي الاحتياجات الخاصة كراسي متحركة جاءت في الرتبة الأولى البطلة الطالبي ندى. يقدم لها الجائزة السيد عامر صاحب الجلالة على إقليم تازة فليتفضل مشكورا. الجائزة الثانية بالنسبة للجائزة الثانية سباق ذوي الاحتياجات الخاصة إناث فازت بالسباق البطلة حسناء محجوبي من جمعية آباء وأولياء ذوي الاحتياجات الخاصة بتازة. يقدم لها الجائزة السيد الكولونيل ماجور القائد المنتدب للموقع العسكري فليتفضل مشكورا. أما بالنسبة للمباراة التكريمية في كرة القدم تم تكريم السيد محمد القريص وحسن المحمودي من قدماء الاتحاد الرياضي لكرة القدم. يقدم لهم الجائزة السيد رئيس المجلس الإقليمي فليتفضل مشكورا. وقد تم تكريم جمعية الأبطال للتيكواندو في شخص بطلها الوطني يوسف الورايني. يقدم له الجائزة السيد رئيس مجلس الجماعة الحضرية لوادي مليل فليتفضل مشكورا. هنيئا للفائزين وشكرا.